نظم مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة فعاليات النسخة الثانية من منتدى دراسات، والذي جاء تحت عنوان دور المراكز البحثية وتأثيرها على سياسات الشرق الأوسط، بحضور لافت من قبل قادة ومسؤولي المراكز البحثية في الوطن العربي، وبمشاركة نخب فكرية وأكاديمية وإعلامية، إلى جانب ثلة من الخبراء والمختصين وممثلي منظمات دولية عريقة وفي مقدمتها الأمم المتحدة. منتدى دراسات في نسخته الثانية، والذي حل بعنوان هام دور المراكز البحثية وتأثيرها على سياسات الشرق الأوسط، يأتي ليطرح عديد التساؤلات ويجيب عليها عبر نقاشات نخبة من المختصين استشرفوا متطلبات المرحلة القادمة. نسأل اليوم ماذا يكون دور مراكز الفكر والبحث في مواكبة هذه التطورات ومواجهة هذه التحديات؟ هناك العديد من الأسئلة التي تطرح اليوم من خلال جلسات متخصصة، سواء كانت دور هذه المراكز في تعاونها مع البعض، دور وسائل الإعلام والتواصل في دعم عمل مراكز الفكر ومخرجاتها، ما هو دور هذه المراكز في مكافحة الإرهاب والتطرف. عندنا مجموعة من الشباب المميز على مستوى عالي من الثقافة والعلم، ويجب أن احنا نستفيد منهم في عمل البحوث وبناء المستقبل ومحاربة الأفكار الهدامة والخروج بنتائج إيجابية إن شاء الله نحو مجتمع إيجابي متعايش في أمن وأمان. اتخاذ مركز دراسات هذا العنوان وهذه الفعالية على هذا المستوى الرفيع ليسلط الضوء ويجمع كثير من هذه المراكز تحت قبة هذا المحفل، ليجعلهم أن يتباحثوا ويتداركوا ويتعاونوا لملء الفراغ الذي خلفه تخلف مراكز الدراسات والبحوث في الفترة الماضية عن القيام بدورها الفعال، خاصة أثناء الأزمات التي مرت فيها المنطقة. في عالم التصور وفي حدود التوقعات، تطرح الاستراتيجيات وتنفذ الدراسات ليستعان بها في مواجهة معلوم أمر قد حصل، وربما في استدراك خطر مجهول لم يحدث بعد. لو عندك الأدوات القادرة على التنبؤ على الاستشراف، كان وانت تضع سيناريوهات، كان بإمكانك أن تكون جاهز قبل أن تحصل هذه الفوضى. هذه مهمة مراكز التفكير، الاشتغال على مختلف الافتراضات والفرضيات والاشتغال على مختلف السيناريوهات المحتملة، والاشتغال كذلك يعني بقيمة ربما أساسية، وهي أن التغيير هو الأصل وأن التطور هو الأصل، وأن يعني مجابهة المجهول ينبغي أن تكون بالاستعداد إليه. مراكز الدراسات يجب أن تكون مركزة على نقاط معينة حتى يكون هناك تكامل بين مراكز الدراسات وتغطية كاملة لكافة القضايا التي تهم المنطقة، سواء فيما يتعلق بالإرهاب، سواء ما يتعلق بالمشاريع السياسية الخارجية، سواء ما يتعلق بالتنمية الداخلية، سواء ما يتعلق بالتحركات التي لا زالت في طور التشكل، ومن ثم التنبيه السياسي ودعم صانع القرار في قراءة المستقبل. باتت الدول والمجتمعات يوميا على موعد مع أحداث جديدة تطفو على السطح فجأة داخل محيطها وفي المحيط الذي يجاورها، لتخلف وراءها فوضى عارمة يصعب معرفة ما قد ينتج عنها من حالات تخبط قد تربك صحة جسد السياسة، ولن يكون الاقتصاد حتى بمنأى عن تبعاتها التي لا تحمد، وقد تصيب بشررها وظائف المجال الاجتماعي. لا فورة لأوان يتم تدارك جسامته بتمحيص دقيق وبنظرة بعد شمولية تتناسب مع حجم التحديات وحالة عدم الاستقرار الماكفة في بيئة المنطقة المضطربة، ليتم تفصيل الحلول الخلاقة على مقياسها بما يتلائم مع الرؤية والمصلحة العربية على وجه الخصوص. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.